من جديد مشاهدينا في كل مكان إلى آخر فقراتنا لنهار اليوم، وحديث عن حملة لا تسقني سما ضد طرق نقل وتخزين المياه المعدنية والمشروبات الغازية وغير الغازية. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد سفيان الواسع المكلف بالإعلام بمنظمة حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، وأسعد الله صباحك وصباح كل متابعي قناة شرق نيوز. شكرا سي سفيان. بداية، ككل سنة على الأقل في السنوات القليلة الماضية نحو 6 سنوات كانت هناك حملة لا تسقني سما، ضعنا في صورة هذه الحملة. نعم، يعني لما نتكلموا مع اقتراب موسم الصيف، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة ونقل بعض البضائع والمواد الاستهلاكية التي تتطلب شروط الحفظ، ولكن هناك بعض المواد التي أيضا تتطلب شروط الحفظ من أشعة الشمس والرطوبة، على سبيل المثال المشروبات يعني المعدنية، المياه المعدنية والمشروبات من عصائر والمشروبات الغازية. هذه المشروبات المعبأة في مادة البلاستيك أو بما يسمى البيوتي، هذه المادة البلاستيكية ذات المصدر البترولي، صحيح هي غذائية، ولكن لما تتعرض لعدة عوامل وأهمها أشعة الشمس والرطوبة لك رايحة تتفاعل مع الماء. هذا الماء يعني العنصر يعني اللي رانا نستعملوه يعني يوميا، نستهلكوه بصفة كبيرة، رمني كيستهلكوه المرضى، الرضع في تحضير يعني حليب الأطفال، يعني هذه المادة وجب حفظها. هناك دراسات بريطانية تتكلم على أنه في حال ما إذا أشعة الشمس يعني كما نقولوا احنا كانت مباشرة مع هذه المادة البلاستيك البي او تي ولساعات يعني كبيرة، راليك رايحة تتحلل مادة الديكوكسين، وهذه المادة عبارة عن مادة مسرطنة، عنصر مسرطن اللي راح يشكل خطورة. ربما يتساءل الكثير يقول لك يعني راني نشرب الماء يعني وعادي، ولكن تراكم هذه السموم. نعطيك هنا على سبيل المثال، شكون اللي ماهوش يشرب منها يعني قاروره معدنيه؟ هذه كي تروح انت يعني لما تكون في العمل، لما تكون مسافر، على الاقل راك تاخذ قاروره يعني يوميا. تخيل انت على مدار السنوات وتراكم هذه السموم. احنا رانا يعني هذه الحمله بديناها منذ 6 سنوات، ويعني كما نقولوا خذات يعني الطابع نتاعها، يعني ودرناها يعني كما نقولوا احنا على اساس مسابقه لتحفيز المواطنين، يعني كانت فيه عمره، كانت فيه عده كما نقولوا. تفضل. نعم، ماذا عن البرنامج الحمله؟ كنت اريد ان اسالك عن برنامج الحمله، ماذا؟ هل فيه تحسيس، خروج، تواصل يومي مع المواطنين، ماذا؟ محاضرات، ماذا؟ نعم، يعني الصراحة فيما يخص هذه الحملة، يعني بديناها عبر الصفحة نتاعنا، كما تعلمون صفحتنا والحمد لله صفحة مليونية، أكثر من 3 ملايين شخص راهو يتصفح هذه الصفحة، يعني الناس يعني وضعنا يعني هذه كمسابقة بداية، احنا وضعنا الخطورة نتاع هذه الظاهرة اللي هي تعريض المياه والمشروبات إلى أشعة الشمس مباشرة، وضحنا الخطورة نتاعها عبر يعني وضعنا يعني عدة مناشير على مستوى الصفحة نتاعنا، على مستوى مكاتبنا كانت فيه حملة تحسيسية، على مستوى تجار الجملة، يعني المشكل الكبير والإشكال الكبير نلقاوه على مستوى تجار الجملة اللي بعضهم ما يحوسش على مستودعات مغطاة، يعرضوها هكذا مباشرة، يخلوها يقوموا بتخزينها في مستودعات ما عندهاش يعني غير مغطاة مش مغطية، ويعرضوها لأشعة الشمس. كانت في حملة تحسيسية وتوجهنا الإخوة هذو يعني التجار يعني مباشرة عبر الربوع كل ولاية، وخاصة الولايات احنا في الصيف كما تعلم الجزائر كلها يعني ترتفع درجة الحرارة فيها، يعني يعني خاصة في الجنوب. تتخيل انت لو انه شاحنة توجه من الشمال من مصنع ما محملة بمشروبات، احنا قلنا الماء راه عنصر بسيط، فما بالك بمشروب غازي او عصير يحوي على مضافات غذائية ومضادات الأكسدة ومثبتات وعدة مواد لا تعد ولا تحصى، راح يعرض لأشعة الشمس، فما بالك يعني وش راح يوقع هذا التفاعل. بعدين توجهنا إلى مسابقة عرضناها للمواطنين، يعني أي مواطن دون تعرض نفسه الخطر مشي يروح يسوق ويصور، كل مواطن يرسل صورة
من الولاية ومن المنطقة، يعني قال هايليكس الحرارة درجة الحرارة قال رايليك 40 وراوليك مازال العارض يعني هذه، نوضعوا الصور وفي آخر موسم الصيف راح تكون فيه يعني اختيار لأحسن صورة، مع العلم أنه احنا في حال ما إذا كان يعني احنا نتكلم لك مستودعات، لأن المصالح الأمنية ممكن أنها تتدخل، في حال ما كانت مستودعات يعني غير مغطاة نتواصلوا مع صاحب العلامة. لانه نعطيك يعني مثال، منذ سنوات يعني هنا توجهنا الى احد اصحاب العلامات واللي راح وقام يعني يعني كما نقولوا بتهديد يعني هذا التاجر جمله، قالوا شوف في حال ما اذا ما ديرش مستودع مغطى راني رايح نمنع يعني كما نقولوا تمثل الماركه نتاعي وما راحش نزيد يعني نزودك بهذه المياه المعدنيه. شوف يعني هنا يعني احنا ما نتوجهوش يعني باصابع التهم للماركات فقط، ولكن المشكل نتاع التخزين فقط هو اللي راه وليك يضر، وهذه راهي على سنوات يعني سنوات وسنوات رانا نشوفوا هذه الظاهره. نعم، ماذا عن مساله الرقابه فيما يتعلق ب طرق نقل وتخزين المياه المعدنية والمشروبات الغازية وغير الغازية؟ شوف والله كما تعلم أخي كريم هناك يعني القوانين، بعض القوانين التي تمنع هكذا ممارسات، ولكن تطبيقها في الواقع شكون فينا ما عندوش محل تجاري ربما في الحي تاعه أو في المدينة تاعه عارض السلعة هكذا مباشرة في الخارج؟ نعم، احنا ما نقولوش انه ما كانش فيها يعني كما نقولوا بعضهم يعني اعراض عن هذا التصرفات، ولكن رانا نشوفوا تعرض المياه المعدنيه مباشره على الارصفه، مع العلم انه ممنوع انه عرض المواد الغذائيه او المواد الاستهلاكيه على الارصفه. نعم. المواد تعرض داخل المحل اللي لازمها شروط الحفظ، رايلك في شروط الحفظ الثلاجه، واللي لازمها توضع على الرفوف توضع على الرفوف. نعم. احنا رانا يعني نعطيك نقول لك يعني صراحه بيعها يعني يقوموا بتجميد ومن بعد ذلك يقوموا بتسويقها مباشرة، وهي كانت معروضة ويقول لك راهو ما جديد. لا، ما تشوفش هل الماء راهوليك مليح ولا مش مليح، شوف كيفية التخزين نتاعو. راني نقول لك انا مستودعات فقط درجة حرارة 40 درجة مئوية، الأتربة والأغبرة أعزكم الله، ونزيدك حاجة واحدة أخرى يعني لازم يحفظ في مكان ما فيهش يعني الحيوانات، ما فيهش الجرذان، ما فيهش أمور أخرى اللي راهي راح تشكل خطورة عليك. يعني هذا ما روش محفوظ داخل مادة بلاستيك فقط، وإنما وجب حفظه من العوامل الخارجية. كان فيه تجاوب، يعني باش نقولوا ما كانش، كان فيه تجاوب، بعض الإخوة أصبحوا يقتنون شاحنات مغطاة على الأقل يغطيوها يعني كما نقولوا احنا بغطاء يعني قماشي. نعم. ولكن في الأصل أخي الكريم، في الأصل المواد والمشروبات، شوف المشروبات الغازية والعصائر وجب نقلها في مبردات لا تقل على 7 درجات، هذا الشيء راه معتمد في الخارج. والمياه المعدنية تحفظ داخل حاويات معزولة حراريا، مش شرط يشغل المبرد، معزولة حراريا، مش تحط قماش، لأنه الحرارة هي العامل، يعني الحرارة كما نعلم انخفاض درجة حرارة أو زيادة درجة حرارة راح يخلق لنا هذا التفاعل، حتى الناس اللي راهي توضع القارورات وتجمدها هذاك البلاستيك راح يتفاعل، علاش يتغير الماء نتاعو، يعني تحس أنه الذوق نتاعو يتغير. احنا هاو المشكل، احنا لو نقوموا بتطبيق هذه الأمور. نعم. نعم، هل سبق وأنتم جمعية لحماية المستهلك وأن تلقيتم شكاوى بعض لعدد من المواطنين الذين راحوا ضحية ربما استهلاك المياه ولا المشروبات الغازية يعني فاسدة يعني بسبب أو لآخر؟ لا يعني هذا الشيء راه واضح، يعني تلقينا عديد الشكاوى، خاصة بعض القرارات اللي فيها أجسام غريبة واللي نقول لهم احنا وضعوها باش نشوفوا رقم الحصة باش نتوجهوا مباشرة إلى المصنع. احنا على هذيك نقول للمواطنين ما تقتنوش ماركات وعلامات غير معرفة، راك شفت أنت يعني أشكال وألوان لمشروبات راهي تسوق هكذا مباشرة دون رقيب. دائما نقول لهم توجهوا لمنتج معرف، على الاقل فيه رقم نتاع المستهلك، على الاقل فيه عنوان نتاع المصنع، على الاقل توضيح للمكونات هذه المشروبات اللي فيها كلام كبير وكبير وكبير يعني جدا. هذه رانا يعني شفنا احنا ان الامراض يعني اللي راهي تنتشر هكذا، نسبه السرطان زادت، يعني والله امور كبيره وكبيره. ما مدى استجابه المواطنين لهذه الحمله التي تدخل عامها السادس؟ نعم، فيها استجابه، نظرا لكم وعدد يعني الصور اللي راهي توصلنا وتفاعل المواطنين عبر الصفحه، ورانا نشوفوا حتى المواطن بدا يعني صراحه ما يروحش يعني هكذا ممارسات سلبيه يقتني هذه المواد المعدنيه، اصبح يحرص ايضا على كيفيه يعني تخزينها، واصبح ايضا التواصل عبر الرقم 3311 للتبليغ على اي ممارسات. احنا رانا نتلقاو يعني اتصالات من مواطنين، التبليغ على المستودعات اللي تكون غير مغطاه،
يعني بالصور وحتى فيديوهات، وحنا نتوجهوا للمصالح الرقابيه، فيه بعض الوعي اللي راه بدا ينتشر، ولكن اعيد واكرر هذه المياه المعدنيه راهم يستهلكوها. انت المريض لما تروح تزور المريض يعني تتوجه مباشره تروح تشري له مياه معدنيه، نعم، تاخذ معاك يعني على الاقل راح تاخذ فرد تاع المياه المعدنيه. السيد راه مريض وانت راك راح توجه له مباشره، ربما هذه المياه كانت معرضه لاشعه الشمس واصبحت تشكل يعني خطوره، يعني صح التعبير، لانه قلت لك تراكم وتراكم تراكم هذه المواد السامه، نعم، على المدار كما يقولوا السنوات راح يشكل خطوره، يعني بعيدا يعني كما يقولوا في اي مجال، لانني قلت لك كان فيه دراسه لمعهد علمي بريطاني على يعني بعض الخلايا يعني من ثدي امراه تبين انها تحوي على ماده الديكوكسين، وماده الديكوكسين موجوده في بلاستيك البي او تي. يعني رانا نتكلموا ما ناش نخوفوا في الناس، لانه قلت لك انا على مدار السنوات راح تتراكم هذه المواد، خاصه الاطفال يعني عفوا صراحه الاطفال حالي بالرضع، والله انا نختار انه الماء مباشره يتم غليه من الحنفيه يغلى ويخلوه يبرد ويحضروا به حليب الاطفال، لانه صراحه ما تقدرش تتحكم في الكل. أنا قلت لك أنا شاحنة متوجهة من الجنوب إلى الشمال معرضة دون مغطاة، وأنا أعطيتك الشروط، حاوية معزولة حراريا، ماشي تحط الباش فقط، لأنه كي راح تحط الباش أشعة الشمس، ولكن الحرارة شكون راح يمنع الحرارة؟ قارورة في 40 درجة مئوية، في 45 ولا 50 تحت أشعة الشمس، شكون راح يمنعها من الشمس؟ علاش قلت لك أنا قوانين وجب أن تكون فيه، نراجعوا بعض القوانين لنقل المواد الاستهلاكية اللي راهي تشكل خطورة، ربما مش ظاهرة للعيان، نعم، ربما هذا الماء ماهوش ظاهر للعيان، نعم، ولكن ربما راهو يحوي يعني كما يقولوا ديتراس أو رواسب تاع مواد مسرطنة جراء تفاعل مادة البلاستيك مع الماء. في ظل هكذا أخطار، ألا تعتقد أنه من الضروري بمكان أن يلتزم المستهلك أو المواطن بثقافة استهلاكية صحية؟ نعم، لأنه إحنا راه عندنا المثل تاعنا يقول لك يد وحدة ما تصفق، المنظمة من جانبها من المستحيل أنها تكون يعني وحدها فقط، لازم المصالح الرقابية، لازم وعي المواطن المستهلك، لأنه هو الرقيب الوحيد. صحيح لما يلحقوا المنتج إلى المحل البقالة يقول لك انا يا اخي ما شفتش المراحل نتاعو، ولكن هناك يعني من قام بنقله، هناك من قام بتخزينه، احنا نعتمد كثيرا وكثيرا على اتصالات المواطنين، هناك مواطنين يتصلوا بنا على الرقم 3311 او عبر الصفحه يعني ويتواصلوا معنا ويعطونا حتى صور لبعض المناطق وكيفيه التخزين. هنا لازم كل الاطراف اللي راهي رايحه تشارك، على الاقل على الاقل نتجنب هكذا ظواهر سلبيه خاصه في موسم الصيف وارتفاع درجه الحراره. نتابع بعض الصور، نعم، وعليك ان تعلق عليها السيد سفيان. نعم، رانا نشوفوا هنا هذه احد المناطق يعني الداخليه، ورانا نشوفوا المياه كيف منقوله مباشره لا مغطاه، يعني وما كان لا حسيب ولا رقيب، وتنقل وتوزع هكذا. لو كان جات توزع يعني في الساعات الاولى يعني صباحا، رانا نشوفوها توزع في كل الاوقات، هنا ضروا لك مستودع يعني هنا راه ملي كيقوموا بتخزين المياه المعدنيه، يعني والله شيء مؤسف ومؤسف. وراني قلت لك انا يعني نسبه السرطان المتزايد وزياده قابليه المواطن لاستهلاك المواد المعدنيه، احنا الخوف هذا هو الخوف، احنا ماذا بينا الناس تعمل والمعامل يعني تعمل والمواطن يحسن يعني من نوعيه المياه اللي راهو يستهلكها، ولكن زياده استهلاك هذه المياه راهو لك راح تكون عندنا زياده في نسبه بعض الامراض، يعني اللي شفى الله المرضى يعني وعافانا ان شاء الله، ولكن بتقيد ببعض القوانين والصرامه، الصرامه اخي الكريم ممكن اننا نتجنب هكذا، خاصه المشروبات الغازيه والمواد يعني العصائر هذه التي تنقل وتحوي على مواد يعني ومواد كثيره من مضافات غذائيه اللي راح تشكل خطوره يعني. نعم، في بخصوص النقل والتخزين، الا تعتقد انه يعني من الضروري بمكان ان تكثف عمليات الرقابه من قبل المصالح المختصه، مصالح وزاره التجاره ومصالح الامنيه؟ شوف والله انت راك ربما رانا من نفس الجيل، نعم، نذكرك فقط يعني زوج علامات يعني ما نذكروش الاسم نتاعهم، زوج علامات عالميه يعني معروفه. نعم، أول من بداية الاستثمار هنا في الجزائر كانت تنقل المشروبات في شاحنات مغلقة،
يعني شاحنات تشوفها انت الصيفه نتاعها معزول، نعم في حاويات معزوله حراريه لما يقوموا بتوزيعها، مش نقول لك انا تجار الجبنه، تجار التجزئه يقوموا بتوزيعها، تلقى الشاحنه يرفع الرف ويقوم بتوزيعها، وهكذا تكون المشروبات محميه. كانوا يعتمدوا على نفس الطريقه التي توزع بها في الولايات المتحده، ولكن بعد عفوا واستسمحك عذرا لانه نزلت برد، كانت تنقل بهذه، نعم تنقل بهذه الصفه، يعني وتشوف سبحان الله هذه سبحان الله في التسعينات، يعني فما بالك رانا في 2021 ما زال شاحنه تنقل المشروبات وتنقل مواد يعني دون حسيب ولا رقيب. لما نتكلموا عن المصالح الامنيه عبر الطرقات، يعني اخواننا خاصه اخواننا من الدرك الوطني، ولكن وجب تدعيمهم بقوانين ومرسومات كما نقول مراسيم تنفيذيه، لانهم راهم السلطه يعني باش يطبقوا القانون. احنا هذا هو المشكل، لازم نعزوا ببعض القوانين وبعض المراسيم التنفيذيه اللي تمنع نقل المشروبات والمياه المعدنيه بهذه الطريقه. كيف يمكننا عمليا التقليل على الاقل من هذه الظاهره؟ التقليل على الاقل هي ذك الله غالب، يعني التبليغات نتاع المواطنين، احنا الصفحه هي اخر مآل. احنا ما راناش نفضحوا في المواطنين، يعني باش نقول لك اخي الكريم، احنا نحاول توعيه المواطن، احنا لما نعرضوا الصور رانا نعرضوا، ما حبيناش نعرضوا صور اخرى، يعني كاين بعض الصور تشوف اعزكم الله يعني قدام المجاري قدام الاخبره تراب، يعني توجه لنا فقط لسوق الجمله، راك رايح تلقى بعض يعني تجار جمله اللي سمحهم الله يعرضوا هذه المشروبات موضوعة أمام المحلات التجارية عوض وضعها في مستودعات، وإلا وضعوها في مستودعات تلقى غير الصور داير فقط، ما كانش يعني غطاء ولا، ورغم أنه وجب أنها تحفظ في درجات حرارة منخفضة 40 درجة مئوية، يعني الحديد يتفاعل مش البلاستيك فقط يعني. نعم هناك يعني هذه الظاهرة للتقليل منها لابد من تكاتف جهود الجمعيات الفاعلة في بخصوص حماية المستهلك، وعي المواطن ودور المجتمع المدني. احنا المجتمع المدني والله لو تحسب يعني خاصة يعني المجتمع المدني، احنا فيما يتعلق بالاستهلاك، استهلاك تطرقنا لكل المواضيع، ربما راك هناك صحفيب ربما راح تقفز من موضوع لموضوع آخر ممكن نتناقش فيه. الاستهلاك كبير وكبير جدا، هذه المياه ما هو إلا جزء فقط. أنا لما نتكلم ممكن جدا أن ندخله لجمعيات البيئة، احنا أيضا نعنى بالبيئة لأنه منظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، جمعيات البيئة، جمعيات اللي متعلقة بمرضى السرطان، الإخوة الكرام ممكن جدا أنه نعطوهم هذه المقالات العلمية اللي تحدث على خطورة مادة البلاستيك. الناس راهي تتكلم على خطورة مادة البلاستيك مش تفاعل أشعة الشمس، احنا يعني والله لو كانت عندنا دراسات ودراسات ميدانية فيما يخص خطورة نقل المواد المشروبات كما نقول المياه المعدنية المغلفة في مادة البلاستيك راح ننصدم، ربما يعني كما انصدمنا بتلوث جراء مادة الرصاص، يعني اللي الحمد لله رانا خرجنا من استعمال البنزين يعني المرصص الى البنزين الغير مرصص، وكنا في اخر لائحه من اخر الدول في العالم اللي تخلات على ماده الرصاص، فما بالك بهذه المواد كما نقول المياه المعدنيه اللي زاد الطلب عليها وزاد كثير كثير يعني في الاونه الاخيره. ماذا عن المتابعه القانونيه للمواطنين يعني من قبل يعني هل سجلتم يعني تقدم المواطنين بشكاوى ضد متعاملين ضد تجار يساهمون في تفشي الظاهرة هذه؟ شوف والله احنا كل ما يتعلق بالصحة فهو أولوية، ربما بعض الأمور كما يقولون نحاول قدر المستطاع التسوية الودية، ولكن كل ما يتعلق بالصحة كاين ضوابط قانونية. دوك يعني كأنك راح تقول لي شخص تعرض لتسمم غذائي، والتسمم الغذائي القانون واضح هنا، يتقدم بشكوى، يتقدم يعني كما نقولوا احنا ب كما نقولوا احنا كما نقولوا تقرير طبي، ويتوجه به مباشره للمصالح التجاريه اللي راهي رايحه تدخل، وممكن جدا انها تتحول الى المصالح القضائيه. ولكن احنا اعيد واكرر كل ما تعلق بالصحه العموميه فهو اولويه، هذا الامر يعني تاع المياه المعدنيه والمشروبات راهو عنده علاقه بالصحه العموميه. احنا المشكل كاع تاع الاستهلاك راهو اللي رايح يصب
في عند الصحة هي اللي راهي لك تدفع الفاتورة، وفاتورة كبيرة جدا، خاصة رانا مع هذه الجائحة، ولازم نحارب الجائحة بدل أن تكون عندنا مشاكل أخرى جراء أمور كنا بسيطة كنا قادرين نتفاديوها. يا أخي كريم، مش فيها أنت تعمل في مجال نقل المشروبات والمياه المعدنية، وش فيها تكون عندك حاوية معزولة حراريا ما تكونش فيها مكيف، ماشي شرط يكون فيها يعني مبرد، معزولة فقط حراريا، وتغلق وتروح تتوجه لأي منطقة في الجزائر، عوض أنك تروح تحملها بالشاحنة لمدة ساعات وساعات، 8 ولا 10 ساعات على كما نقولوا درجة حرارة الظهيرة وتحت أشعة الشمس، يعني راح تضر الناس، تضر الرضع، تضر يعني كل فئات المجتمع. نعم، أنتم كمنظمة لحماية المستهلك من خلال احتكاككم بالتجار، هؤلاء التجار الذين يعرضون هذه المواد في ظروف غير صحية، ظروف حفظ غير صحية، ما كانت إجاباتهم على الاستفهامات التي تطلقونها؟ نعم، هي فاقد شيء لا يعطيه، هو كاين اللي يحترم صراحة، تلقى حتى وضع المشروبات وضعهم في مستودع صغير والحفظ وكل شيء يحترموا الشروط، ولكن هناك البعض جهلا منهم تفاقد شيء لا يعطيه المعلومة، لما ما تكونش ذوك هو راهو اللي تاجر، ما راهوش طبيب، ما راهوش أهل اختصاص، ما راهوش ربما مطالع على هذه المعلومات. أنا نقولها له مباشرة، أخي كريم، كل مشروب موضوع في مادة بلاستيكية، احنا بكري كان كلش زجاج، يعني بون الجيل تاع آبائنا ولا كان كلش يعرض في مواد يعني زجاجية اللي ما تفاعلش، زجاج ما يتفاعلش مع أشعة الشمس وما يتفاعلش على ما يحويه، فما بالك بمادة البلاستيك، هو يجهل. نقول يا أخي كريم، هذا البلاستيك اللي راك تعرضه نتاع على أشعة الشمس راهو يحوي على مادة مسرطنة، مش كيتش يعني فيه أحد راهو لك رايح يرفض، وإنما ظاهرة عرض المنتجات في الخارج، يعني والقانون اللي راهو لك واضح بمنعها بتاتا، ممنوع منعا بتاتا وضع المواد الاستهلاكية مهما كان يعني صنفها على الأرصفة أو أشعة الشمس هكذا مباشرة. ما قولكم الكلمة الأخيرة للتجار؟ والله نقول لهم، والله إخواني التجار، أنتم أيضا معنيون، راكم مستهلكين، حتى أنت التاجر لما تقوم بإغلاق المحل نتاعك وتروح تتوجه يعني في رحلة ولا راك رايح تشري ربما الماء، ربما أخطر من الماء اللي راك عارضه نتايا، يعني راك مستهلك، راك معني، راك تاكل وتشرب كيما احنا يعني. يعني الإنسان ويبقى الضمير، شوف الضمير المهني والوازع الديني وأيضا الوازع القانوني، لأن يعني الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نقول لهم حافظوا على صحة المواطنين، لأنه هذا الماء اللي ربما أنت كتاجر جملة توضعه تحت أشعة الشمس راح يشربه طفل صغير، اللي رملك راحين يحضروا له حليب، يعني كما يقولوا نتاع الرضاعات حليب الأطفال، راح يشربه مريض ربما راهو في مستشفى، ولكن وجب تطبيق القانون واتخاذ قرارات، كما نأمل إن شاء الله يعني يكون عندنا لقاء يعني مع السيد وزير التجارة فيما يخص على الأقل على الأقل رفع انشغالات المستهلك ووضع قوانين ومرسوم في مراسيم تنفيذية يمكن لإخواننا من المصالح الأمنية أنهم يدخلوا، لأن المصالح الأمنية باش راح يدخل وفق قوانين، راه هنا هو يدخل وفق قوانين، لازم ندعمهم بقوانين، وايضا تدعيم التنظيمات لحمايه المستهلك وجمعيه حمايه المستهلك بما يسمح لنا على الاقل بالتدخل. نعم. الحلقه الاضعف هو المواطن، ماذا نقول للمواطن الذي يجد نفسه احيانا مجبر على تناول والاستهلاك هذه المواد؟ والله يا أخي جهلا وعلما. والله يا أخي الكريم، الماء مهما كان صنفه، يعني ربما حتى ويكون يعني ربما الإخوة البيولوجيين ربما يوافقوني من الأطباء، مهما كان صنفه ربما تلقاه يعني هكذا ما عنده 3 أيام 4 أيام أو حتى شهر، تقوم بغليه، تغليه لمدة نصف ساعة أو تفوق نصف ساعة حتى الساعة، تقتل كل يعني الميكروبات والجراثيم وكل يعني كل الأحياء اللي راح تضرك أنت، تشربه ربما هو أسلم لك من ماء تعرض لأشعة الشمس يحوي على مادة مسرطنة ومادة كيميائية. إن كانت بكتيريا أو جراثيم في الماء، مجرد غليه فقط، يغلى راح تقتل كل تلك البكتيريا وتلك الجراثيم اللي راح تسبب لك في كما قلوا تسمم غذائي، ولكن ماء تعرض لأشعة الشمس وكان فيه تحلل لمادة البي او تي، هذه والله نقول لك يعني نفتح لك قوس، في إحدى الجامعات الأمريكية كانت فيه دراسة على تأثير البلاستيك وخاصة مادة البي او تي على الأحياء يعني للحياة يعني الإيكولوجية. نعم. كانت فيه دراسة على مستوى بعض البحيرات وين كان فيه تسرب لمادة البي او تي، كان عندها تأثير كبير وكبير جدا على الكائنات الحية، فما بالك بإنسان يمشي
وينطق ويتكلم ويسمع ويرى، ورانا نشوف يوميا هذه الممارسات، رانا نقول نعم. كفانا وكفانا هكذا ممارسات ضرب الصحة. أشكرك جزيل الشكر السيد سفيان الواسع المكلف بالإعلام بمنظمة حماية المستهلك، حدثنا عن حملة لا تسقيني سما ضد الطرق نقل وتخزين المياه المعدنية والمشروبات. في الختام لا بأس أن نترككم مع هذا الفيديو لانفجار مائي في عين البنيان هنا بالعاصمة الذي يصنع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يتم الحديث فيه عن أزمة توزيع خانقة في عدد من الأحياء وبلدية العاصمة. هذا فيديو لانفجار مائي لأحد أنابيب نقل المياه الصالحة للشرب في بلدية عين البنيان بالعاصمة، والذي يصنع جدلا في عز الصيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى من المصالح المختصة التدخل لإصلاح العطب بما يفضي لأن يعود هذا الماء بالنفع للضرر على المواطن. مشاهدينا، بهذا الفيديو نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم الشروق مورنينج. ابقوا أوفياء لبقية برامج الشروق نيوز. نلتقي دوما على محبة، مع أجمل تحية وأروع سلام.